سبع شخصيات وجودهم سام في حياتك، قلنا ثلاثة منهم الفيديو اللي فات واربعة منهم الفيديو ده. الشخصية الرابعة المسيطر، ده شخص حشة يرزل بيتدخل في شؤون غيره وقال ايه يعني خايف على مصلحته، ويحب قوي يجمع معلومات عنك من قدامك بقى من وراك، ينم مع خلق ربنا عليك، المهم يعرف. فيجي يقولك انا عرفت ان ايديك فرطة مع المدام بتاعتك شوية، يعني محتاج تلمها عشان ما تطمعش، قال يعني خايف على مصلحتك الحشري. بس ده التعامل معاه سهل قوي، قوله شكرا والله انا كبرت دلوقتي وبعرف اهتم بشؤوني واخاف على مصلحتي، عقبال. الشخصية الخامسة المتعالي، ده بقى شخص بيستخدم كلمات معقدة ومصطلحات كبيرة قوي من اللي تتقال في الجزيرة الثقافية، يروح يسمع كلام متعلمه أول امبارح ويروح جاي لك يقعد يقوله، قال يعني هو ده أصلا كلامه، ما هو مثقف، بيتعمد يحسس اللي قدامه إن هو مثقف قوي واللي قدامه جاهل، وإنت لو دورت وراه هتلاقيه أصلا مش فاهم الكلام اللي هو بيقول. بس الصراحة الشخص ده بيبقى فاضي من جوه، يعني ما عندوش حاجة يتبهى بيها، فبيضطر إن هو يقول شوية كلام قال يعني هو كده يعني جامد. ده بقى تجاهله تماما، سيبه يثبت نفسه، حبيبي ما ثبتش نفسه بقاله كتير، ما يجراش حاجه، قول له شاطر يا سيد. الشخصيه السادسه المراوغ، وده بقى شخص صاحب حجج، يعني يعمل البلاوي ويبرر البلوى عادي، عايز يثبت انه دايما صح، ولو قفشته ان هو بيقول كلام غلط وتقول له الكلام اللي بتقوله ده مش مظبوط، هيدخلك بقى في قصص وحوارات وقال وقلنا وعد وعدنا، ويقول اي كلام لحد ما انت تفرهد وتقول له تمام انت صح. ده احسن طريقه معاه ان انت تفهمه ان انت كشف، فهمه بس مكبر دماغ، هو مش هيبطل حجج بس مش هيلاقي منك اللي هو عايز، بس كده. اخر شخصية هو الفاشل في التواصل، وده شخص ممل جدا في الكلام، بيتكلم يقول اي كلام مش مهم خالص للي قدام، غالبا بيتكلم على نفسه معظم الوقت او بينم على خلق ربنا، المشكلة ان هو فكر نفسه انه بيتواصل بشكل كويس جدا وانه انسان ممتع جدا في الحديث. احسن حاجة ليه قفل معاه الكلام وحاسسه انك زهقت او اقلب الموضوع وغير، او حتى اقول له بمنتهى الصراحة انا مش بحب اتكلم في الحاجات دي، تعالى نتكلم في حاجة تانية. ودول كانوا السبع انواع شخصيات السامة اللي في حياتك، لو تعرف تخرجهم من حياتك خير وبركة، انما بقى لو ما تعرفش ومضطر تتعامل معاهم، اتعامل معاهم بالطريقة المناسبة ليهم، وهنيالك يا فاعل الخير والثواب. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.